بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أسطورة ابن الله. اكتشف علماء الآثار حديثا عدد من الأساطير المنقوشة على رقم تم تحليلها وترجمتها بعد جهود طويلة جدا استغرقت عشرات السنين. وجد العلماء أن فكرة ابن الله تعود لمئات السنين قبل اليهودية والنصرانية. تقول أساطير الملحمة الهندوسية هناك ابن الإله الريح الذي كان يسير بسرعة هائلة، هناك ابن الإله البناء، وتقول الدراسات هناك عدد كبير من الآلهة عند هذه الشعوب، وكثير من هذه الآلهة لها أبناء، وأن فكرة ابن الإله الموجودة في الكتاب المقدس مأخوذة أصلا من هذه الأساطير البابلية وأيضا الفرعونية القديمة. هل تتصورون معي أن القرآن ذكر هذه الحقيقة؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. سورة التوبة آية 30. والإعجاز التاريخي يتجلى في قوله تبارك وتعالى: يضاهون قول الذين كفروا من قبل. ركز معي، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. فهذه الآية تؤكد أن فكرة ابن الإله قديمة جدا وتكررت لدى الشعوب عبر التاريخ، وكررها اليهود والنصارى. والسؤال: كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة؟ هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه المعلومة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.